انه اول من تعرض لحروب الجيل الرابع هو الاعلام القومي المصري. وكان الهدف قبل 2010 هو انهاء مصداقيه الاعلام المصري تماما حتى يقدروا ينفذوا اجندتهم ضد مصر وتفتيت مصر ونشر الفوضى فيها. فاول حاجه تعرضت لحروب الجيل الرابع وافقادها مصداقيتها هو التلفزيون المصري والصحافه القوميه المصريه. عشان تدي مساحة لبعض الصحف الخاصة وبعض القنوات اللي كانت بتبث من دول أخرى إنه يبقى لها تأثير في الشارع. إحنا النهاردة بنعيد تاني، بنحاول نبني الإعلام القومي تاني. بس بنعمل حاجة جديدة كمان. هي منظومة الإعلام الوطني. منظومة الإعلام الوطني. إحنا عندنا حاجة اسمها المنظومة الطبية. بيجتمع فيها الطبيب الخاص مع الطبيب العام مع الطبيب المعين في الحكومة عشان يقدموا خدمة طبية. عندنا حاجة اسمها المنظومة القضائية. فيها كل قضاء مجلس الدولة مع النيابة الإدارية مع المحاكم العادية عشان يقدموا خدمة العدالة. لازم كان يبقى عندنا حاجة اسمها الإعلام الوطني. إيه الإعلام الوطني؟ أنت خاص وأنا مملوك للدولة لكن لازم تجمعنا يافطة واحدة اسمها الدولة المصرية. نختلف في أي حاجة، لكن لما أجي عند قضية تخص الوطن إحنا كلنا إيد واحدة. تمام؟ الأمن القومي واحد علينا كلنا. أنا ما أفرقش عنك. أدافع زيك وأنت تدافع زيي. لانه خلي بالكم، ما هي لو البلد دي لا قدر الله خربت ما فيش واحد فينا يشيل شنطته ويعرف يجري بره، ما حدش هيستقبلنا بره، احنا اللي بنستقبل اشقائنا لان احنا دوله بنيت على هذا. لكن لا يمكن حد، مين هيستقبل 100 مليون زي ما بيقول سترايس؟ فالدوله دي لا قدر الله وقعت هتقع على دماغنا كلنا. واللي مش هيحس ده، واللي مش هيعرف ده، واللي مش هيقدر ده، واللي مش هيكون مستعد ان هو يدافع عن البلد دي بدمه لانه ما عندوش غيرها وما عندوش غير ارضها يقعد فيها، يبقى ملوش مكان اصلا تاني. دي خيانة بشكل واضح. واللي بيخون الوعي واللي بيخون قضية الوعي في الإعلام هو خائن للدولة المصرية. اللي بينشر شائعة هو خائن للدولة المصرية، لأن دي دولة في مرحلة لا تحتاج ولا تحتمل أبدا لا تهوين ولا تهويل ولا شائعات ولا أكاذيب ولا أراجيف ولا ادعاء. هي محتاجة إن إحنا نصطف. والراجل رئيس الدولة نفسه قال ما تقولوش عليا، ما تصطفوش ورايا، اصطف ورا الدولة المصرية ورا مؤسسات الدولة المصرية. يا إخوانا الجيش عايز حد، عايز الشعب يصطف وراه دلوقتي، الشرطه عايز الشعب يصطف وراها. احنا هنعيد تاني الكره تاني ونسمع قنوات جايه من بره ونسمع اشاعات وصفحات الفيسبوك اللي بتحركنا؟ مستحيل. عشان كده دلوقتي اللي بيحصل هو بناء، وانا اعني هذه الكلمه، بناء منظومه اسمها منظومه الاعلام الوطني المصري اللي خايف على الدوله المصريه. الاجيال الجديده والنشط طبعا عندي مشكله اني مش قادر اوصل لهم ولازم نوصل لهم. We'll be right back.